طيب نروح سريعا لكابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد مساء الخير. كابتن سيف مساء الخير لحضرتك وعلى كل مشاهدينك ومساء كمان في الاستوديو. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ كابتن جهاد بيسلم على حضراتكم. الله يسلمه يا رب. كابتن جهاد، ما يخص الكوره ماتش ام بي وفيوتشر والكوره اللي عامله حال الجدر اللي لمست الحكم، قانونيتها ايه؟ بص يا كابتن سيف، القانون لما تعدل في موضوع لمس الكره للحكم قال ان لما الحكم يلمس الكره ويغير الاستحواذ من فريق A لفريق B، ده الحكم عليه انه وقف اللعب واستأنف الكره باسقاط. طيب هو ليه حصل خطا اللي موجود مع نادي الامر الدوله؟ ان هو الكره كانت طولت من لاعب فيوتشر فخبطت في نادر ورجعت للمس اللاعب بتاع فيوتشر. الكره دي لو ما جاتش خبطت في نادر كان اقرب ليها لاعب ام بي، وبالتالي هو غير استحواذ الكره، بدل ما تروح للاعب ام بي راحت للاعب فيوتشر، وبالتالي كان لازم على نادر لما راح شافها في الفار كان يرجع بالغاء الهدف واسقاط للاعب ام بي. اذا اللعبه دي ما تقبلش الشك على اثنين، ما تقبلش اسم على اثنين. لا ما تقبلش، لان الصوره واضحه وكمان الفار كانت تعطل قعد حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه على ما صلحوا الفار وراح شافها، لان كان حكم الفار كان مصر يشوف الحكم يشوف اللعبه لان اللعبه واضحه وصريحه، راح شافها واصر على قرار خطا باحتساب الهدف. اصر على احتساب الهدف. اصر على احتساب الهدف وده قرار خاطئ، كان المفروض يلغي الهدف ويعمل اسقاط. طيب في اي حاله ثانيه يا كابتن؟ الحاله الثانيه ركله جزاء ام دي، الحكم برضه ما احتسبش في الملعب، حكم الفار استدعاه ولمسه يد على سعد سمير، لمسه يد صحيحه، كان ايد بره الجسم ومكبره الجسم وجت في ايده، واحتسب ركله جزاء صحيحه الام بي والنتيجه 1-1، ودلوقتي في شغالين ركله ترجيح حاليا. كابتن قانونيه ان انت حضرتك تبقى بتلعب بفار وتروح في لقطه الفار ما يشتغلش، قانونيتها ايه؟ لو الفار تعطل في اي وقت من الاوقات بتبلغ الفرقتين ويستمر تصير المباراه من غير فار، ده قانوني جدا مفيش مشكله فيه، يعني الفار تعطل في اي وقت بتبلغ الفرقتين كمات الفرقتين والجهاز الفنيه ان الفار متعطل وانا بلعب دلوقتي من غير فار. لما الفار بيرجع في اي وقت وقتها برضه البروتوكول الفار بيقول لك لازم تعرف برضه كمات الفرقتين والاثنين الاجهزه الفنيه ان الفار رجع، وبالتالي تعطل الفار لا يمس القانونيه المباراه باي حال من الاحوال. هل دي لقطه يا كابتن، هل دي لقطه صالحه على الحكم والفار اللي حضرتك شرحتها الاولانيه؟ اللقطة على فكرة في الملعب سهلة، ان الحكم شاف الكرة جت في رجله، بس هو ما كانش على يقين ان الكرة توصل للاعب ام بي ولا لا. لكن معنى ان حضرتك بتقول ان في الملعب سهلة، اذا للفار سهلة جدا، وعشان كده الفار كان مصر يا كابتن سيف. كابتن على فكرة الفار قعد 10 دقايق على ما تصلح، غيروا الشاشة في الملعب وجابوا شاشة تانية، انت قعدت 10 دقايق ربع ساعة وكان الفار مصر ان الحكم يشوفها، ومع ذلك تمسك بقراره الخطأ واحتسب الهدف. بشكرك كابتن جهاد. شكرا كابتن، بشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشه. حاله الحقيقه يعني حاله